ترتيبات استقبال نادي الزمالك هناك والفنادق وكل الامور اللي هتكون متاحه امام نادي الزمالك ان شاء الله. باشمهندس هاني ازاي حضرتك؟ كريم ازيك؟ سلامي لك ولجميع الاسره الكريمه والبرنامج. الله يخليك يا باشمهندس، عايزين نطمن على حضرتك طبعا ونعرف الاجواء في الكوهو. الحمد لله انا بكلمك دلوقتي انا وكابتن احمد عبد الحليم، احنا لسه واصلين السفاره المصريه بعد الشغل بتاع اليوم كله. تمام. يعني باختصار يا كريم هقول لك ان احنا رحنا النهارده اول ما نزلنا من المطار راسا على الملعب اللي هيقام عليه المباراه. هو طبعا عارف اللي حصل عليه الاحداث اللي هي بتاعت مازيمبي وفيتا كلاب. ايوه. السنه اللي فاتت فرقتنا كانت هناك انت عارف، مش هنلعب على نفس الاستاد ده لان في اصلاحات نجيبها واحد. الاستاد الرئيسي اللي هو استاد كينشاسا. بتاع السنه اللي فاتت ده الزمالك مش هيلعب فيه لان في اصلاحات من فتره وفي ناس قاعدين من الكونغو اسمها برازافيل قاعدين جنبيه برضه زي اللي كانوا قاعدين عندنا كده في المهندسين من كام سنه. فمش هيتلعب فيه. احنا هنلعب على نفس الملعب وبالمناسبه كان الاسماعيلي بيلعب من شهر على نفس الملعب ده. أيوة. مع فرقه تشوتشي ومش عارف اسمها ايه، تشيلسي اللي هي الفرقه. فاحنا رحنا النهارده انا وكابتن احمد وطارق ضيف السفاره عندنا والاستاذ نادر ورحنا شفنا الملعب. هم دلوقتي بيصلحوا يا كريم في البيبان اللي حصل التدافع من الناس وقت المباراه الحزينه اللي حصلت. فالتدافع ده على البيبان كان سبب برضه اللي هو الضحايا اللي حصلوا. ايوه. لكن الاجواء بصفه عامه ما فيش مشاكل الحمد لله. انت عرفت طبعا ان من 5000 ل 6000 واحد بس اللي هيحضروا الماتش. ايوه. وده هيبقى ليا دور فيه في الاجتماع التقليدي قبل المباراه. ان انا طبعا هنبه على المراقب وعلى الحكم ان هو ما يقدرش يبتدي بدل في قرار زي ده الا لما يتاكد، لو ازيد من كده مفترض ما يبتديش. زي الماتش بتاعنا مع بطل النايجر من شهرين ثلاثه. ايوه. طيب الرحله بعد كده اتفضل قول. الرحله حضرتك وكابتن احمد عبد الحليم نفس رحله نادي الزمالك برضه حوالي 10 ساعات؟ هي نفس الرحلة. أنا أعتقد الحقيقة أنا برضه بشيد باختاروا البعثة الرحلة لأن فعلا أنسب حاجة الترانزيت بتاعك ساعتين بس في مطار أديس أبابا. وبعد كده الرحلة تانية مباشرة بطيران كبير لغاية كينشاسا بتاخد حوالي 3 ساعات ونص 4 ساعات إلا تلت من أديس أبابا. أيوه. طيب بكره مستنيينهم طبعا. احنا عملنا النهارده رحنا بعد كده الاوتيل خلصنا كل الرومنج ليست بتاعت اللعيبه، المفاتيح معانا كمان ساعه. كل اللعيبه موجوده ينزلوا على الاوتيل على طول. وبكره السفاره وعدد كبير من اعضاء الجاليه المصريه حوالي في عندنا هنا بتاع حوالي 100 واحد مصري هيستنوا الفرقه في المطار وهنخرجهم لغايه الاوتوبيس. يا كريم الحمد لله طمنا على اوتوبيس 55 راكب كبير اللي هو هيبقى معانا طول ما الفريق موجود. تمام. الجو اخباره ايه في الكوم؟ الجو اخباره ايه في الكوم؟ الجو كان جميل جدا بس من ساعه شويه مطرت نزلت نص ساعه كده، انت عارف البلاد دي يعني ما لهاش حل في الكلام ده. لكن الامور ماشيه الحمد لله، خلصنا كل حاجه. وانا بكلمك دلوقتي الكابتن احمد عبد الحليم هيمسي عليك. احنا في السفاره اوريدي وبكره ان شاء الله سياده السفير هنا برضه عامل لنا اجتماع مع القيادات الامنيه اللي هي الكونغوليه اللي هم بيطمنونا او بيقولوا لنا ايه هي التامين نفسه اثناء المباراه. بس على فكره احنا النهارده مشينا في ارض الملعب كان حوالينا بتاع 30 40 واحد من المشجعين. انت شفت افريقيا كتير يعني، لكن الحمد لله الفريق الاوتيل طبعا هو نفس اوتيل السنه اللي فاتت يا كريم. ايوه. واوتيل محترم جدا يعني. طيب تمام الحمد لله، يعني الامور كلها تمام. وهو كويس ان احنا جينا بدري خلصنا. معاك الكابتن احمد عبد الحليم يا كريم بعد اذنك. طبعا. ثانيه. الو كابتن احمد ازي حضرتك؟ كابتن كريم ازيك كريم؟ الله يخليك كابتن، اخبار حضرتك ايه؟ تمام الحمد لله. الحمد لله باشمهندس يعني مش هزود عن كلام الباشمهندس، يعني الامور يعني مستتبه هنا زي ما بيقولوا. شفنا الفندق وشفنا الملعب، الامور كلها كويسه الحقيقه. الناس في السفاره قايمين معانا باحلى واجب يعني. طيب الحمد لله، يعني مش مستعجل ان الفرقه تيجي وتعمل ان شاء الله اداء جيد ونتيجه كويسه ان شاء الله. اتفرجتوا على ماتش فيتا كلاب يا كابتن احمد مع مازيمبي وشفتوا فريق فيتا كلاب؟ والله انا بالنسبه لي هيجيبنا الشريط بكره ان شاء الله. ان شاء الله.
تمام. انا بالنسبه لي اكيد بقى ميدو والجهاز الفني اتفرجوا عليهم، انما انا بالنسبه لي الماتش جاي لي بكره من خلال الاستخباره ان شاء الله. ان شاء الله. شايف البدايه ازاي في افريقيا يا كابتن مع فيتا كلوب؟ والله يا كريم، هو احنا يعني يعني الحمد لله المجموعه بتاعتنا تقريبا متشابهه للي كنا بنلعبه في الثلاث ادوار اللي فاتت. ايوه، خدت بالك ازاي؟ الاسلوب مش هيتغير من ماتش لماتش، انما ممكن يبقى فيه نقط قوه اكتر شويه مثلا في فريق مدينه. انما فريق بيتا كلاب اللي انا شايفه هنا ان هو الناس بتتبسط، مبسوطه جدا من ادائه، له شعبيه، وكل اللي حتى المصريين الموجودين بيقول لك له شكل واداء جيد جدا. خدت بالك ازاي؟ فهي طبعا بالنسبه لنا اكيد انت عارف طبعا الجهاز الفني بيبقى عامل حسابه دايما انه يكسب، ولو ما كسبش ما يتغلبش. بالظبط. يعني ده النمط دايما المباريات الخارجيه كده. خدت بالك؟ الحمد لله برضه في حاجه بقى نفسيه حصلت الاسبوع ده، ان الحمد لله قدرنا نتعادل في الماتش بتاع وادي دجله ده، لان كان انا كنت متوقع انه هياثر تاثير نفسي غير عادي لو كان لا قدر الله خسرنا. فالحمد لله الحاله النفسيه اتعكست تماما، وان شاء الله نستغلها في المباريات الافريقيه ان شاء الله. ان شاء الله يا كابتن احمد بالتوفيق، ومتابعين حضرتك والمهندس هاني ووصول الفريق باذن الله يوم بيوم، وان شاء الله يعني نبارك لكم بعد المباراه بنتيجه ايجابيه باذن الله. اسلام لك يا كريم، الله يخليك. الله يخليك كابتن. شكرا. بشكر المهندس هاني زاده عضو مجلس اداره نادي الزمالك ورئيس البعثه، اللي سافر هو كابتن احمد عبد الحليم مدير الكوره عشان يعني يرتب